في موسم جديد دشنا في المكلة بحظر موت موسم البلدة لهذا العام الذي بدأ الأسبوع الماضي ويستمر حتى نهاية الشهر الجاري، وقد ضم العديد من الفعاليات والمهرجانات الشعبية والفلكلورية. شهدت مدينة المكلا موسم البلدة لهذا العام 2019 والذي استمر لمدة 10 أيام، والبلدة مهرجان سياحي سنوي يقام في المدينة يتميز بالموروث الثقافي الحضرمي، فهناك الرقصات الشعبية وهناك كرنفال ثقافي وهناك برامج فنية وترفيهية أيضا. موسم البلدة فيه المواطنين يستمتعون بالأجواء الجميلة والرائعة لهذه المدينة في سواحلها، وأيضا كذلك تشهد المكلا إقبال كبير من الزوار من خارج المحافظة وأيضا خارج الوطن. هذا العام تنوعت تلك الفعاليات، منها الفعاليات الثقافية والفنية والعلمية والرياضية والشبابية والسياحية والإعلامية. ما يميز أو ما يتميز به فعاليات هذا العام طبعا في الجانب العلمي، لدينا معرض يدور حول البيئة البحرية في محافظة حضرموت، تم العمل والتنسيق من خلاله مع الإدارة العامة لهيئة علوم وأبحاث البحار في المحافظة، بالإضافة طبعا إلى الندوة الأدبية التراثية التي تدور حول البحر في الأشعار والأدب الحضرمية. موضوع البلدة بالنسبة لمدينة المكلا موضوع قديم، يعني حسب ما نسمع نحن من الشيبان، يعني فكان العادات اللي بتحصل في مدينة المكلا نحن ما حضرناها تقريبا في الخمسينات والأربعينات والستينات. كانوا يقولوا إن الشيبان يخرجوا إلى البحر هذا ويستحموا في البحر لما فيه من فائدة يعني صحية. مهرجان البلدة يعتبر يعني نموذج تاريخي في محافظة حضرموت، ما تهتم به المواطنين والكل اللي يفرحون بالمهرجان اللي ما يعملون له من حسابات كبيرة في أيامه هذه. شهد البرنامج ندوة البحر وفعاليات شعبية لقطاع المرأة ومسيرة حمل المشاعل وافتتاح معرض البيئة البحرية، وكذا مباراة قدم وتقديم لوحة فنية رياضية. فعالية مسيرة حملة المشاعر بالتنسيق مع جمعية الكشافة في محافظة حضرموت ومكتب وزارة الشباب والرياضة. أيضا لدينا هذا العام مباراة بين فريقي ناديي التضامن والشعب، وأبرز ما يميز هذه المباراة هو تقديم لوحة فنية غنائية راقصة سوف تقدم لأول مرة بين شوطي المباراة. هذه اللوحة تتحدث عن أهمية الخلق الرياضي، بالإضافة إلى أيضا أهمية تكاتف وتلاحم أبناء حضرموت عامة في مثل هذه الظروف والأوقات التي تعيشها المحافظة خاصة والبلاد عامة. البرنامج شهد سهرات فنية غنائية وحضره جمهور واسع وكبير من جميع محافظات الجمهورية اليمنية وأيضا من خارج البلاد.